السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم في قناة شاف نور الدين، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير ديال واحد الفقة سهل سريع التحضير، كيجي رائع ولذيذ بزاف وبمكونات بسيطة واقتصادية. دابا وكيلا نذكر المقادير وطريقة التحضير. غنحتاج على بركة الله كاس ديال الجنجلان، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر يعني، ونص كاس ديال النافع، خميرة ديال الحلوة حمراء 8 غرام، الفاني والبيض، ورشيشة ديال الملح. على بركة الله غادي نبداو طريقة التحضير. انا كما قلت لكم درت كاس ديال الزنجلان مع نص كاس ديال حبة الحلاوة او النافع اللي عندكم، كاس ديال الزيت، 3 البيضات والسكر، وغنخلط هاد المكونات هادو حتى يندمجوا ليا بهذا الشكل هذا. بالنسبة لهاد الفقس هذا سهل وسريع التحضير وكيجي رائع بزاف، ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. بعد ما خلطنا جميع المكونات بهذا الشكل هذا، غنضيف على بركة الله الخمارات الحمرين. تقريبا انا غادي ندير 2 خمارات، يعني كل واحدة فيها 8 غرام انتما كما كتشوفوا، وغادي نخلط الخميرة مع باقي المكونات. بالنسبة للناس اللي بغاو يضيفوا اللوز، ممكن انهم يضيفوا اللوز كما انهم ممكن يضيفوا كاوكاو، ولكن يكون صحيح. على بركة الله غادي نضيف الدقيق بهذا الشكل هذا. بالنسبه للدقيق يعني كنبقاو نضيفو الدقيق حتى كنحصلو على عجينه متماسكه، ما تكونش قاسحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف، يعني تكون ما بين وبين. ثم كما كتشوفوا كنبقاو نضيفو الدقيق حتى كنجمعو العجينه ديالنا. بالنسبه للناس كما قلت لكم اللي بغى يستعمل اللوز ممكن، اللي بغى يستعمل الكاوكاو ممكن، وكذلك راني ضفت واحد القبيصه ديال الملحه نسيت ما قلتها لكم في الاول مع المكونات، هي قبيصه صغيره ما نكتروش. انا قسمت العجينه ديالتي على 4 انتما كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، ومن بعد غنشكلهم على شكل يعني حربول بهذا الشكل هذا انتما كما كتشوفوا. المهم انتما كتقدوا هاد الحربول هذا على حساب الحجم ديال الفقاس وقداش بغيتو يكون. انا عندي صفار البيض مع الكاكاو، الناس اللي ما عندهمش الكاكاو ممكن انهم يستعملوا القهوة سريعة الذوبان. غادي ندهن دوك هاد الباكيطات ديالي بهذا الشكل هذا مزيان 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 من جميع الجوانب. غادي نجيب فرشيطة غادي ندوزها من الفوق هكا باش تعطيني واحد الشكل زوين ديال الفقاس من الفوق، وغادي ندخل الطاوة ديالي للفران يكون بارد ما يكونش سخون. انا درت واحد الغلط ودرتو سخون لذلك تشقق ليا من الفوق واحد شوية، لذلك ديرو في الفران يكون بارد وشعلو عليه على عافية تكون مهيلة وخليوه يطيب حتى وكان يطيب على خاطره. بعد ما كيطيب كنخليوه حتى كيبرد، انا خليته ليلة كاملة صراحة حتى برد، ما كنخليوش يتحمر بزاف من تحت غير شوية، عاد كنقطعوه. بالنسبة الى بغينا نقطعوه كنجيبو موس يكون ماضي بهذا الشكل هذا باش كيتقطع بلا ما يتهرس معانا. انتما كما كتشوفوا انا كنقطعو ولكن ما كيتهرش، انتما كما كتشوفوا صافي كنقطعو كامل. ملي كنقطعو كنجيبو الطاوة كنستفو فيها بهذا الشكل هذا وكنديروه يتحمر. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. كنتمنى لكم امسية سعيدة، ما تنسوش تخليو لي التعليقات ديالكم. الى حلقة مقبلة بحول الله.